زي ما بنتابع دايما اداء الاقتصاد المصري علشان نشوف هيوصل لينا او للمواطنين او للمواطن ازاي، زي ما قلت في بدايه الحلقه احنا بنتكلم بشكل اوسع. هنتوقف النهارده مع تقرير اصدرته وكاله بلومبرج الامريكيه، أشادت فيه بعودة البنك المركزي المصري تغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبي بكفاءة عالية. طبعا احنا عارفين انه قبل الإجراءات الأخيرة الخاصة بالنقد الأجنبي على وجه الخصوص، ولما ما كانش فيه عملة صعبة في البلد، كانوا المستوردين أو الشركات واقفين تماما، يعني ما كانش فيه حركة خالص في البلد نتيجة هذا العجز أو هذا الانخفاض الشديد أو ندرة العملة الصعبة. بقية التقرير أشار أنه في مؤشر على تعافي الاقتصاد المصري بقوة. خلينا نتعرف أكتر على هذا التقرير وعلى هذه المؤشرات وأيضا تأثيرها وإيجابياتها على الاقتصاد المصري مع الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة الزقازيق. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. وأهلا بحضرتك. بلومبرج، شبكة بلومبرج الأول، وهذا التقرير، وهل هي تقرير ده شهري سنوي بتصدره في إطار إيه؟ هو حضرتك ده مؤسسة اقتصادية أمريكية بتهتم بمتابعة الأنشطة الاقتصادية الدولية ومن ضمنها مصر. ما قبل كده بلومبرج عملت كام تقرير في 2014 و13 و12 كان ضد مصر. أيوة. فالنهاردة ما تيجي هي تقول لنا أن الاقتصاد المصري أصبح متعافى، يبقى أصبح دلوقتي النهاردة في مؤسسة أجنبية أمريكية بتقول أن الاقتصاد المصري بتاعنا متعافي، فده شهادة منهم بيقول لي أن السياسة الاقتصادية بتاعتنا أو خطة الإصلاح الاقتصاد اللي هو بدأنا فيها 3 نوفمبر اللي فات معناها أن احنا دلوقتي على الطريق السليم. هي قالت لنا كمان احنا مش احنا أولا هذه الجهات لا تجامل، خلينا نتفق أنها لا تجامل وأنها بتكون قايمة على معلومات واقعية وتحليل واقعي. احنا بالفعل اقتصادنا خطة الإصلاح الاقتصادي النهاردة في مؤشرات إيجابية كتيرة فيها. واحد، احنا كان قبل الرئيس السيسي او كان في 2013 كان الاحتياط النقد بتاعنا كان 13 مليار، النهارده اصبح 36 مليار. كنا يوم ما بدانا الانفتاح الاصلاح الاقتصادي كان 19 مليار، اذا في هذه الحاله ان احنا زدنا. الحاجه الثانيه ان النهارده اصبح عندنا قدره في ثقه في الاقتصاد المصري، ان لما البنك المركزي النهارده ما بيعمل سندات بعد اسبوعين او شهر بيقفلوها. الحاجه الثالثه لما يجي يقول لي كمان ان هو انت عدد المشروعات اللي تمت والاستثمار اللي تم في البلد النهارده كتير جدا. الحاجه الرابعه ان احنا اصبح لدينا دلوقتي في تحولات المصريين في الخارج، الناس بتبعت فلوسها وبيقولوا خدوهم انتوا، بعد ما كنا بنتحايل عليهم قبل كده وانهم يقولوا لا. الحاجه الخامسه ان السياحه النهارده بدات تعود. يبقى كل هذه العوامل بتقول لنا ان احنا عندما كنا في 3 نوفمبر خدنا قرار، مصر خدت قرار الاصلاح الاقتصادي، كان هذا القرار ذات جرأه سياسيه عاليه لان احنا ما قدرناش ناخده سنه 77. طب هذا التقرير يا دكتور تأثيره على مؤسسات مثلا التمويل الدولية اللي ممكن ان هي تدعم مصر في تمويل مشروعات كبيرة او مستثمرين، يعني بيؤخذ برضو بهذا اكيد التقرير كمؤشر مثلا؟ بص يا فندم، هنا حاجتين، هنا بالنسبة للسوق الداخلية وهنا بالسوق الخارجية. هنا السوق الداخلية بيقول ان هنا اصبح هناك ثقة في الاقتصاد المصري وهناك جولة، أو العالم الخارجي ممكن يتعامل مع الاقتصاد المصري لأن إحنا عندنا اقتصاد واعد، يعني مصر تتمتع باقتصاد قوي واعد، لكن يتطلب كان القدرة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت ما قبل السنوات السابقة هو كان عدم قدرة على تشغيل الاقتصاد. فإحنا النهاردة دلوقتي بدأنا نشغل، وده على كده إيه؟ حضرتك تعالي شوفي إحنا بنعمل عشان التقرير ده جه إزاي؟ إحنا بدأنا بالطاقة، عندنا دلوقتي في مشروعات طاقة كتيرة جدا، في سياحة، في لوجستيات، في نقل، بنية تحتية، في بنية تحتية، في مدن جديدة. إذا كل دي بتقول لنا إيه؟ بتقول إن الاقتصاد المصري النهاردة بيبني على أساس مدى طويل وبيبني رؤية استثمارية لبناء دولة قوية. في ضوء اقتصاد وطني، حتى كمان ما عندناش المعونات الخارجية النهاردة حتى بياخدوها مننا، وآخر مرة الأمريكان قالوا هننقص من عليكم. مظبوط. الناس التانيين ما بتديناش، إذن احنا النهاردة بدأ المصريين يعتمدوا على أنفسهم ويتحملوا المشاكل بتاعتهم ويتحملوا أنتهم. يعني هو صحيح على المستوى الكلي الاقتصاد الوطني النهاردة معظم مؤشرات إيجابية، لكن على المستوى الجزئي دايما بيبقى المواطن ما زال يشعر بأن
او يعني مش مبسوط قوي. ليه؟ لان الاصلاح الاقتصادي بياخد فتره طويله. الاصلاح الاقتصادي نشاط متكامل، ما بيقدرش مش جزء وغير جزء. فاحنا النهارده بنصلح في الدوله، بتصلح في كل المجالات. فلما يجي تقرير زي ده او تقارير كتير على فكره، البنك الدولي وغيره، الفتره والتصنيفات الائتمانيه كل الحاجات دي كلها الحمد لله بتقول ان احنا اصبح اقتصادنا النهارده متعافي، اصبح اقتصادنا النهارده مستقر. ودليل على كده ايه حضرتك؟ انا لما يجي سعر الدولار يثبت ويتراجع خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، معناها ايه؟ معناها ان انا هناك ثقه في الجنيه المصري. النهارده في ثقه. صحيح الجنيه المصري اهتزت صورته في نوفمبر وديسمبر ويناير الفتره اللي فاتت، لكن دلوقتي على الاقل بقى ثابت. الحاجه الثالثه او الرابعه ان احنا النهارده كمان جينا على انفسنا وتعاملنا مع الوردات بشكل جاد. يعني خدنا من في منع واردات، وفي رفع رسوم جمركيه، وفي اخذنا مجموعه حاجات. كل سلعه اخذنا ما يتناسب معها، اجراء معها، بحيث خفضنا من جزء الواردات في حين كمان زودنا الصادرات. يبقى اصبح دلوقتي احنا عندنا بنبني اقتصاد قوي. وكمان كمان في نقطه مهمه جدا، رحلات الرئيس الخارجيه والداخليه بتاكد رؤيه الاقتصاد الوطني. يعني حضرتك في نفس الوقت، هو احنا كان سوقنا في الستينيات كان السوق الافريقيه والسوق الاسيويه، وبنينا قاعده صناعيه كبيره جدا، لكن جينا في الثمانينات او التسعينات ضيعنا، تحولنا لخدمة. فالنهارده لما يجي توظيف مؤسسه الرئاسه وتوظيف جولات الرئيس لفتح اسواق خارجيه، السوق الافريقيه او السوق الاسيويه والبريكس اللي كانت اخيرا ديت، حضرتك لما تيجي تبص تقليهم كده مع رؤيه الاقتصاد الوطني تقولي لا، احنا النهارده بنشتغل بعلم ما بنشتغلش بعفويه. وكمان حتى لو ان النهارده في بعض المشاكل الحياتيه لدى الرجل في الاقتصاد الوطني، الا ان الامل اللي موجود في الاقتصاد الوطني الواعد يستطيع. ليه؟ لان احنا عندنا اقتصاد. الحقيقه انا عمري في حياتي من وانا صغير عمري ما شكيت ان قدره الاقتصاد الوطني بتاعنا على انها ما تقدرش تحمل التحديات. والاقتصاد الوطني واعد جدا، وفيه مزايا كبيره جدا، وفيه فرص كبيره جدا، وما فيش مستثمر هيجيني من بره عشان سواد عيوني او عشان تاريخي. لا، انا سوق كبيره وامكانياتي كبيره ومواردي كبيره، لكن هو كل اللي فيها ان انا يكون عندي قدره فلسفه الدوله في اداره مشروعات الدوله على ارض الدوله. ده الموجود يكون موجود. الدوله تكون قادره، رؤيتها تكون واضحه في الاستثمار بتاعها، رؤيتها تكون واضحه هي رايحه لفين، تشغل كل الانشطه الاقتصاديه الداخليه في ضوء الرؤيه القوميه. وانا بقول حضرتك خلال 5 سنوات بكتير وخالص مصر ستكون من افضل 20 او 21 دول اقتصاد الصاعد على مستوى العالم. ومش انا اللي بقول كده، التقارير الدوليه برضه هي بتقول النهارده. طيب ان اقتصاد مصر النهارده سنة 30 هيبقى من ضمن افضل 21 دوله صاعده. التقارير الدوليه والرؤيه الشامله لتعافي الاقتصاد المصري طبعا بيعطينا جميعا اطمئنان ان احنا بنسير في الطريق السليم، وفي وقت كان فعلا بيئن فيه الاقتصاد المصري لا ابتدينا نقول ايوه ده احنا ماشيين على خريطه وان الدوله ماشيه على خريطه. ولكن في المقابل يعني بيحصل نوع برضو من يعني من الازمات الخاصه بالمواطنين مع ارتفاع مثلا الاسعار. وفي سؤال الحقيقه بيراودني، انا عايز اقول لحضرتك ان يعني احيانا الناس تساله لك كده في الشارع، لما هو احنا دلوقتي ظبطنا سعر الدولار وبدا كمان الدولار ينزل والعمله الصعبه توفرت والاحتياطي ارتفع، لماذا ترتفع الاسعار، اسعار السلع على المواطنين؟ ده بيقول لنا حاجه بسيطه جدا. طالما ارتفعت الاسعار يبقى انت بتنتج اقل مما بتحتاج. فطبيعي جدا انت عايز تخفض اسعارك، انت اشتغل. احنا دلوقتي حضرتك خلال 5 سنوات ما كنا يعني الشغل في البلد ما كانش كتير، كان كل المؤسسات معطله، المصانع معطله، فكنا واقفين على الاستيراد بناكل من بره. النهارده احنا جينا قللنا الاستيراد، فطبيعي جدا يكون موجود. طب ما هم يكون عندي 100 مليون مواطن اللي هم المصريين والضيوف بتاعتهم، 100 مليون مواطن على نفس الكيكه بتاعتنا، هتبقى ايه؟ ما الاسعار هتزيد. لكن هو طبيعي جدا بقى ان هو ايه؟ ان احنا نبدا نشغل نستخدم الموارد بتاعتنا ونشغل كل الطاقات العاطله. وهقول لسيادتك حاجه كمان عشان تبقى انت عارفاها، ادخلي مصنع
هتلاقيه مثلا ممكن ما يكونش في عدد كبير من العمال او المدرسه. تطلعي بره الشارع هتلاقي الكافيهات مليانه. ده معناها ايه؟ معناها ان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي من احنا ندرس الظواهر، احنا علمنا بيدرس الظواهر مش الحاجات دي. يقول لي ايه؟ يقول لي ان انت اساس ناس بتستهلكوا كتير، فالميل الادخار عندك منخفض، فبالتالي الاستثمار عندك المكون الاستثماري عندك منخفض، فبالتالي الانتاج عندك منخفض، فانت هتجيب هتمول التمويل منين؟ يا اما من بره يا اما هتزيد اسعارك. فانت في هذه الحاله اذا حل المشكله هنا. اه طبعا هقعد كمان انا ما فيش دوله في العالم عملت اصلاح اقتصادي وجنت نتيجته بعد سنه او سنتين. لازم يكون 5 سنين او 3 سنين حد الادنى ان انا اشعر كمواطن في الاصلاح الاقتصادي في ماليزيا، في برازيل، في المكسيك، في كل دول العالم بيقعد عندي 2 3 سنين. فانا النهارده بقالي 9 شهور انا بادئ الاصلاح الاقتصادي من 3 نوفمبر 2016، وما خلصتش كمان وكمان عندي كمان حاجات كتيره جدا بتتم وطلبات ناس كتيره. وكنت في الفتره اللي فاتت كان اي حد بيقول كلمه سكته بفلوس. فانا النهارده قدرت اضبط، عملت عمليه ضوابط للاجور. العبد يقول كلمه سكته بفلوس. عملت طبعا كان كل يعني زادت الاجور زادت 3 مرات. أيوة. في نفس الوقت اللي الانتاج نقص. يعني حضرتك الانتاج نقص فالدنيا وقفت والاجور زادت 3 مرات. اذا في هذه الحاله انا كنت بدفع فلوس بدل بطاله. فانا حضرتك طبعا عندي تضخم. فده حصل ايه؟ حصل تضخم. سبته في الشارع الراجل اللي كان مبسوط اللي كان باخد 1000 جنيه والحكومه ادته 3000 جنيه كان بيجيب كيلو البطاطس ب 2 جنيه النهارده بيجيب 8 جنيه يعني هو دفع قد اللي خده 3 مرات. هو ما اتبسطش انه خد فلوس لان هو ايه؟ الفلوس دي هتكون انتاج، هتدي انتاج هيبقى عندك فلوس، انت ما عندكش انتاج يبقى طبيعي جدا اسعارك تزيد عليك. كمان انت عندي كمان في مصر مشكله كبيره اسمها مشكله التضخم، الركود التضخمي. يعني المشكله في مصر عندنا ركود تضخمي. يعني ايه ركود تضخمي؟ يعني انت عندك عجلات الانتاج متعطله واسعارك بتزيد. انت في هذه الحاله بقول لك ايه؟ بقول لك انت قدام مشكله خطيره. يبقى ده بيعملوا ايه؟ بيعالجوها ازاي؟ باعاده هيكلة الاقتصاد وإعادة فلسفة تشغيله. لازم هنا تعاد فلسفة التشغيل ويعاد ثقافة العمل. بمعنى أنت مش هتشتغل مش هتاخد مرتب. أنت بتشتغل في الحكومة أه بس أنت بتشتغل في قطاع خاص، هتشتغل هديك فلوس؟ عاملني في الحكومة زي ما تعامل القطاع الخاص. وبالتالي ده يقول لي إيه؟ إن لازم مجلس الشعب يكون جاد في إصدار قانون عمل، ولازم مجلس الشعب يكون جاد في إصدار قانون تأمينات، ولازم مجلس الشعب يكون جاد في قانون خدمه. هنا عشان عشان اقدر اربط الاجور، لان الاجور في الاخر خلاص انا الاجور منخفضه ليه؟ لان ما عنديش انتاج. طب ما انت لما تعمل القوانين دي وتزود الانتاج ما هو الاجور هتزيد. يبقى انت في هذه الحاله لازم تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها المشكله اللي في مصر عندنا الميل الاستهلاكي عالي. وطالما الميل الاستهلاكي عالي اذا المكون الادخاري منخفض، وطالما المكون الادخاري منخفض اذا الدفع على الانتاج ضعيف. يبقى انت في هذه الحاله انت بسلوكك اللي هو انت مبسوط بيه والبطاله اللي سيادتك شايفها حلوه قوي وانت مبسوط قوي بالبطاله والرفاهيه اللي انت عايش بيها دي، انت يا فندم بتدفع الاجيال القادمه. وانا برضو لازم اوفر سوق عمل اكبر. ده بقى هيحصل مع اعاده تشغيل المصانع واعاده سوق العمل. ايه المشكله؟ المشكلة أصلا النهاردة في 2017 بدفع فاتورة عشرات السنين السابقة. لأن كنت بعين اللي له واللي ملوش، كنت بعين كل الناس، أنا مش كنت محتاجهم بعينهم، فالنهاردة دخلتهم كل القطاع. هنا كمان كان في رؤية الاستثمار غايبة، يعني كان المكون الاستثماري أو الرؤية الاستثمارية في داخل الدولة غايبة. بالعكس كمان كان في هناك كمان إحنا كان عندنا قطاع صناعي كبير شغلناه وعملنا قطاع صناعي اخر خفيف زي الحاجات الشيبسي والحاجات الخايبه دي، ودخلنا في السياحه والبترول. كل ده مع ان حصل نمو عالي في اخر 2010 لكن ما حصلش تنميه حقيقيه. ليه؟ لان كان في خريطه استثماريه واضحه. فانا كنت بشتغل استثمار اقتصادي على الهامش. اقتصادي النهارده مختلف عن اقتصاد الامارات، مختلف عن اقتصاد السعوديه، مختلف عن اقتصاد قطر، مع اننا في دوله شرق اوسطيه واحده. هم عندهم فلوس وما عندهمش رأس بشر، وانا عندي بشر وما عندهمش ما عنديش فلوس. فانا في هذه الحاله استثماراتي انا في داخل سياستي الصناعيه وسياستي الانتاجيه اللي داخل موجود الدوله لابد ان تكون سياسه اسمها الاهتمام براس المال كثيف البشر.
انا بعمل صناعات كثيفه البشر، بشغل البشر لان اكثر احتياج. يعني ما استوردش لبن اطفال يا دكتور مثلا وانا بصنع شيبسي على رايك. حضرتك انا هنا حضرتك بجيب لان هو قال لك الارخص. هو قدر يسوق فكره المنتج الاجنبي عشان يدمر الصناعه الوطنيه. فانا النهارده لازم اعيد للصناعه الوطنيه، لان اذا تم اعاده الصناعه الوطنيه وتم الاهتمام بالانتاج، هنا جميع المعادلات اللي حضرتك شايفاها واللي كل الناس بقالنا النهارده 40 سنه بنتكلم عليها، كل المؤشرات دي لا تحل الا بالانتاج. جميع المؤشرات، الانتاج هو اللي هيزود التصدير وهيخفض الواردات فهيعدل الميزان التجاري. الانتاج هيزود الايرادات فبالتالي هيخفض الانفاق العام فبالتالي هيخفض العجز. الانتاج هيخفض الاسعار، الانتاج هيشغل البطاله، الانتاج هيفتح مصانع. يبقى اذا رؤيه الدوله المصريه لابد ان تكون مركزه على الانتاج، وهنا الانتاج اللي بيسموه الانتاج اللي يتناسب مع طبيعه الدوله، اللي هو في هذه الحاله طبيعه الدوله اللي هي انا عندي بشر كتير، عندي عدد كبير من الافراد، عندي ناس كتيره جدا، انا كل سنه بطلع 2.1 مليون او 2.8 مليون، ده معدل النمو السكاني في السنوات السابقه كان اعلى من معدل نمو الانتاج. بس هل على مستوى العالم يا دكتور لسه برضه في صناعات بتحتاج يعني كثافه بشريه او عماله كبيره مع التقدم التكنولوجي اللي دلوقتي بقت المصانع هناك اعداد ال بص يا فندم، هنا بقى دخلوا هنا في النولج، المعرفه. صناعة المعرفة والفكر، وأصبح هنا رأس المال الفكري، بدل ما كانوا بيقولوا رأس المال البشر بقى رأس المال الفكري، اللي هو قدرتك على توليد أفكار جديدة وإبداعات جديدة لتضيف. وهنا الصين والهند والصين هم النهاردة حضرتك شوفي بيعملوا إيه. النهاردة حضرتك الدول الخمسة اللي كان رئيس عندهم من كام يوم ده، شوفي حضرتك دول بعد 10 سنين هيملكوا 50% من الإنتاج العالمي. يعني ايه؟ يعني دي قوة اقتصادية قارية ضاربة من الاقتصادات المختلفة ضاربة. ودي كنا احنا هندخل، حتى لو تفتكر حضرتك كان في 2001 لما عرضوا علينا، لكن قالوا ان بعض الدول رفضت او ضغطت علينا ما ندخلش فيها، لان في هذه الحالة الدول دي نجحت ولا مش نجحت؟ البرازيل نجحت ولا مش نجحت؟ نجحت. عندها كثافة رأس مال بشر ولا ما عندهاش؟ الهند نجحت ولا مش نجحت؟ نجحت. الصين نجحت ولا مش نجحت؟ احنا اكبر من الصين؟ احنا اكبر من الهند؟ لا. احنا اكبر من البرازيل؟ لا يا فندم. اذا في هذه الحالة كل مجتمع لابد ان يكون له خطة التنمية الموجودة بالنسبة له، كل مجتمع لازم يكون يحط خطة التنمية تتناسب مع طبيعته. انا ما استوردش استيراد خطة التنمية او استيراد تجارب الدول من للتنمية لا تنجح في الدول الاخرى، لان انا عندي ثقافة عمل وعندي بشر وعندي طبيعة موارد وعندي وعندي وعندي. يبقى اعمل استراتيجية التنمية الموجودة عندك تتناسب مع طبيعة بلدك. وهنا يقول لي ايه؟ ان انا دلوقتي لازم يكون عندي مشروعات صغيره ومتوسطه، والمشروعات الصغيره والمتوسطه تخدم الصناعات الكبيره، والصناعات الكبيره تبقى هي مغذيه في رؤيه يعني استراتيجيه كامله مع الدوله. لان انا عايز ايه بعد 20 سنه؟ هنا يقول لي بقى صناعه رؤيه الدوله في هذه الحاله هي الشغل الشاغل النهارده اللي لازم يشغل المسؤول. رؤيه الدوله انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى دوله ناميه؟ محدش هيقول لك قوم. عايز تبقى متقدمه؟ محدش هيقول لك حاجه. انت افرض نفسك بقوتك على الدول الأخرى. العالم متسع للجميع، العالم متسع للجميع، والعالم يسعى للاستفادة. إذا أردت أن تستفيد، إذا أردت أن يكون لك مكان، فاصنع ما يفيد الآخرين. قدم منتج الآخر عايزه. هتقدم منتج أنت عايزه، خلاص أنت حر اشتغل في بلدك. فهنا يقول لي رؤيتك، اصنع رؤيتك علشان تقدر تنمي دولتك. أشكرك شكرا جزيلا. يعني هختم بعد الوصفة، بعد الروشتة دي، الدكتور محمد شواتفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة الزقازيق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا يا دكتور قوي. ودايما بشكر مشاهدينا الكرام لمتابعة حلقات من القاهرة. تصبحوا على خير. شكرا يا